يوسف وعامر اتنين اصحاب دايما مع بعض في كل حاجة. ايه ايه يا مسيو انت بتلعب ارهابي؟ ما بالراحة يا حبيبي. هزلك طب اجيب جون واجيب لك شيبسي؟ انت بتستحقرني ليه كده؟ مرتاح كده ولا اعلى لك بقى خليها كده؟ عمرهم ما اختلفوا ابدا. لا حقيقي عمرهم ما اختلفوا. كل حاجة كانوا بيعملوها سوا. حتى الارتباط ارتبطوا سوا. بصي بقى احنا فرحنا هيبقى 1/7 اول يوم حبيتك فيه. خلاص بقى ما تعيطيش، هنعمل الفرح يوم 1/7 يوم ما ارتبطنا. بس احنا ما ارتبطناش 1/7. مش احنا كنا 1/7؟ يا 1/7 يا 1/9 يا فرنج ده. ايوه 1/7. لحد ما جت اللحظة اللي محدش فيهم كان متوقعها. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت مش قلت لي اعمل اي حاجة؟ اعمل عشاء. حد بيطبخ كورن فليكس يا عامر؟ بس طعمه مزز قوي. ما هو لازم يبقى مزز يا حبيبي، انت طافي النار. هو لازم اولع النار؟ سيبك من كورن فليكس دلوقتي، يا عامر احنا مش قلنا احنا هنخس. عشان 8:15 القرار بتاع كل يوم نخس. خليهم تاني يا عامر. لا هنخس ويبقى في عندنا اراده بقى. قلنا هنخس يبقى هنخس، وهنعمل عمليه تكميم معده كمان. انت بتكلم ده؟ ايوه يا عامر، هي دي الاراده اللي بجد. اتفقنا عمر ما حد يفرقنا بس عند دكتور مين. وهنا بدات المشكله. اول مره اختلف انا وعامر على حاجه، وكل ده ليه؟ عشان بقول له تعالى نعمل العمليه عند دكتور محمد ضياء سرحان. ليه؟ لاني لما سالت عنه عرفت انه من اكبر جراحين السمنه في مصر. ومش بس كده، ده بيعمل لك العمليه في المستشفى الوحيده المعتمده دوليا في مصر لجراحات السمنه. يا عم سيبك مني، بص على النت كاتبين ايه. كاتبين استاذ جراحات السمنه في القصر العيني، ومعاه زماله كليه الجراحين الملكيه في لندن. طب انت عمرك رحت لندن؟ بلاش. معاه اعلى اعتماد دولي في جراحات السمنه، وبعدين ده عامل اكتر من 15,000 عمليه ناجحه. يعني معاه هتحس باكبر نسبه امان. يا سيدي انا ويوسف عمرنا ما اختلفنا، هو يعملها في مكان وانا اعملها في مكان، وهنقوم احنا الاثنين بالسلامه على فكره. مش مستاهله يعني. ده واد انا خايف عليك، تعالى معايا. انا هروح في المكان اللي يريحني. خلاص، وانا مع دكتور محمد ضياء سرحان. ربنا معاكم يا شباب. تقيل انا معلش، حقكم عليا. هو انت حاطط لي البتاعه دي؟ انت حاطط لي حمام كريم؟ وخلص يوسف العمليه وخرج. بس هو فين عامر؟ صور صورين من غير مشروم من غير مشروم. يا ابني حد طالع من عملية تكميم معدة بيحلم ببيتزا. ايه ده انت عملت عملية؟ يا سيدي انا عملت العمليه وخلصت من بدري وقاعد بقالي ساعتين، ودي تاني كوبايه شاي اشربها. عم انت اللي ضحكوا عليك. ايوه هم ضحكوا عليا. وانت عملت تكميم معده ولا تعريض معده؟ انا مش فاهم. انا اسف والله، بس انا قلت لك دكتور محمد ضياء الدكتور الوحيد اللي في مصر اللي بيعمل العمليه دي بالتخدير الموضعي. يعني بقى ولا تقول لي بقى بنج وافاقه ولا تجهيزات العمليه ولا الوقت ده كله. طب انت حاسس انك كويس يعني؟ يا عم انا زي الفل، انا زي الفل، وانت ان شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل. شد انت بس حيلك. حاسس اني اتخنت بعد العمليه دي يا عم. ده
لا لا ده انت بقى من بعد العمليه بقى فيك اسر ياسين. بس انا بطني وجعاني قوي. انا قلت لك انا اسف. ودلوقتي بعد ما شفت يوسف وعامر، لما تقرر تعمل عملية من عمليات السمنة هتعمل زي مين؟ مستوعبة كل حاجة في أوضة العمليات، وكنت حاسة ان انا الدكاترة مش سايبيني بيتكلموا معايا، مفيش خوف مفيش توتر. قولي بقى انت اخر ميزان ليك كام؟ 186. 186؟ And I have overweight. I'm really overweight. I'm not happy with the lifestyle that I have. Wow.